هذا وتستضيف مملكة البحرين اجتماع الجمعية العمومية الثالث لمنظمة التعاون الرقمي برئاسة سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات ورئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي لمناقشة خطط ومبادرات المنظمة الهادفة إلى تعزيز الازدهار الرقمي. يواصل قطاع الاقتصاد الرقمي في مملكة البحرين مسيرة النمو والازدهار بشكل مضطرد وخطوات واثقة، حيث تشهد المملكة العديد من التوجهات الواعدة التي تدعم النمو المستقبلي للاقتصاد الرقمي المتمثل في دعم الجهود الوطنية والعالمية. وتوجت هذه الجهود باستضافة مملكة البحرين لاجتماع الجمعية العمومية الثالث لمنظمة التعاون الرقمي، والذي يضع على رأس أولوياته مناقشة ما تم تحقيقه من إنجازات وتفعيل الفرص والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق الازدهار الرقمي والنمو في الدول الأعضاء. يأتي اجتماع الجمعية العمومية الثالث لمنظمة التعاون الرقمي في مملكة البحرين كونها بلد الرئاسة لهذا العام، فيأتي انطلاقا من مكانة مملكة البحرين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأيضا تأكيدا على دورها الداعم والكبير لأهداف منظمة التعاون الرقمي الممثلة في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والارتقاء بالاقتصاد الرقمي بما ينعكس على ازدهار وتنمية الاقتصاد في الدول الأعضاء. ناقش الاجتماع عددا من المواضيع المهمة بدءا من نمو الأسواق وتأثيره على الاقتصاد الرقمي، وصولا إلى التركيز على قيمة البيانات كمورد استراتيجي في العصر الرقمي وكيفية استخدامها بشكل فعال لتحقيق النمو، بالإضافة إلى سبل تحقيق اقتصاد رقمي مستدام يساهم في تحسين جودة الحياة ويعزز من دور الإنسان بوصفه عنصرا أساسيا في عملية التطوير. طبعا منظمة التعاون الرقمي اليوم هذه ثالث جمعية عمومية من إنشائها، وأول مرة تعمل الجمعية العمومية خارج عن المقر. اليوم طلعنا بقرارات جدا مهمة، وهذه القرارات تحفز لاستغلال الفرص الاقتصاد الرقمي اللي الآن احنا نشوفها، سواء كان بالاستثمار الأجنبي او سواء كان بالهيومن كابيتال ديفلوبمنت، الانفراستراكشر، البنية التحتية. ايضا كان في مبادرات جميلة لدعم مشاركة المرأة في قطاع تقنية المعلومات. ركزنا كثير على مواضيع مهمة زي الاي اي والذكاء الاصطناعي، وأيضا تطرقنا إلى مبادرات زي ديتا أمبسي اللي هي بقيادة مملكة البحرين. أيضا ما ننسى الشباب، فكان في جلسة خاصة للشباب بأن نسمع البرسبكتيفز وآراء الشباب في الاقتصاد الرقمي، وأن ننضم منها من ضمن البيان الختامي للجمعية العمومية. انعقاد اجتماع الجمعية العمومية في مملكة البحرين أمر بالغ الأهمية، كونه منصة استراتيجية لمشاركة حكومات الدول الأعضاء والقطاع الخاص والمجتمع المدني في رسم خارطة الطريق للعام الجاري واستغلال الفرص لتيسير الازدهار الرقمي. اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي الثالث يأتي بهدف مناقشة المبادرات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التعاون الرقمي العالمي وبحث سبل تخطي التحديات لتحقيق النمو الشمولي والمستدام للتحول الرقمي. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.